فيروس كورونا والمناعة. كل يوم الإصابات بتزيد، كل يوم الوفيات بتزيد، وانت مش عارف هل مناعتك قوية؟ هتقدر تقاوم ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عنه مع بعض بالتفصيل النهاردة، وازاي تقوي مناعتك في ظل وباء كورونا. معاكم دكتور محمود رفاعي، دكتور في جامعة المنصورة. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتشير الفيديو لأكبر عدد ممكن عشان إن شاء الله كله يستفيد. هنتكلم مع بعض النهاردة بالتفصيل عن 5 عناصر غذائية لابد يكونوا موجودين في النظام الغذائي علشان نقدر نقوي جهاز المناعة ونقدر نقاوم فيروس كورونا. 5 عناصر هنتكلم عنهم باختصار فيه النسبة المسموحة عليك من كل عنصر، وايه اهم الاكلات اللي انت حضرتك لابد تتناولها في النظام الغذائي علشان ترفع مناعتك. عن رقم 1 في العناصر الغذائيه هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، اللي هو فيتامين د او فيتامين دي. ده بالنسبه لي ليه مصدرين عشان اقدر اخد النسبه اللي انا محتاجها منه على مدار اليوم، اللي هي من 500 ل 800 وحده دوليه. طيب اول مصدر اللي هو التعرض لاشعه الشمس، وده افضل مصدر للحصول على فيتامين د، ان انا بعرض نفسي لاشعه الشمس المباشره لمدة نص ساعة يوميا، ويفضل تكون من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. ودايما كل ما كان الجزء المعرض من جسمك لأشعة الشمس المباشرة كبير، كل ما كانت مقدار الاستفادة بالنسبة لك هيكون أكبر. طيب رقم 2 اللي هو الأنظمة أو النظام الغذائي، الأكل اللي بيدخل جسمك. طيب إيه الأكلات اللي فيها نسبة عالية من فيتامين د؟ رقم 1 مجموعة الأسماك. مجموعة الأسماك في مقدمتها طبعا التونة، السلمون، والسردين. رقم 2 مجموعة الألبان ومنتجاتها، دي غنية بفيتامين د. رقم 3 البيض. رقم 4 بعض الخضروات اللي موجودة، بعض الحبوب، وكذلك اللحوم الحمراء، كبد الأبقار، وزيت كبد الحوت. ده رقم 1 بالنسبة لفيتامين د. طبعا فيتامين د أهميته إنه بيساعد على زيادة تقوية جهاز المناعة، ويعتبر مضاد أكسدة قوي، فبالتالي بيساعد على مقاومة الأمراض. الفيتامين الثاني اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو فيتامين اي، وده حضرتك محتاج منه يوميا من 4 مللي جرام الى 15 مللي جرام، سواء من طفل الى حد سن 70 سنه. طيب ميزته انه بيساعد على زياده تقويه جهاز المناعه، ويعتبر مضاد اكسده قوي، في نفس الوقت بيساعد على التخلص من الالتهابات اللي موجوده في الجهاز التنفسي. طيب اهم مصادر فيتامين اي، رقم 1 البروكلي. البروكلي، الفلفل سواء الحار او الحلو. رقم 3 الحبوب الكاملة. رقم 4 عندي في فيتامين اي عندي المكسرات، وعندي زيت الزيتون، عندي الطماطم. ده بالنسبة لأهم الأكلات اللي موجود فيها فيتامين اي. رقم 3 فيتامين سي، وده حضرتك محتاج منه يوميا حوالي 70 ملي جرام. طيب ميزته ان طبعا بيساعد على زيادة تقوية جهاز المناعة، يعتبر مضاد أكسدة قوي، زيادة كريات الدم البيضاء الموجودة في الجسم، وبالتالي زيادة مقاومة الأمراض. طيب اهم المصادر الموجود فيها فيتامين سي، رقم 1 طبعا عندي البروكلي، الفلفل الحار، الفلفل الحلو، الفلفل الاخضر، كذلك الحبوب الكامله، عندي البطاطس، عندي طبعا موجود في الفراوله، عندي الطماطم، عندي البقدونس، عندي الزعتر، بالاضافه طبعا الى البرتقال والليمون. دي اهم المصادر الموجوده لفيتامين سي. يبقى انا اتكلمت عن 3 فيتامينات، فيتامين دي، فيتامين اي، وفيتامين سي. عندي 2 من العناصر المعدنيه جسمك بيحتاجهم، مهمين جدا، والاثنين بيكونوا موجودين مع بعض في النظام الغذائي وفي معظم الاكلات موجودين مع بعض. اول عنصر اللي هو الزنك، السيدات بتحتاج حوالي 8 مللي جرام يوميا، والرجاله بيحتاجوا من 9 ل 11 مللي جرام يوميا. اهميه الزنك، رقم 1 مضاد اكسده قوي، رقم 2 بيساعد الحمض النووي على العمل بشكل صحي، وبيعزز من النمو الصحي للمناعه. رقم 3 بيعمل على تنشيط الخلايا اللمفاويه، وكذلك بيزيد من قوه المناعه. برضه الزنك ضروري انه مسؤول عن نشاط اكتر من 100 انزيم من الانزيمات الموجوده في الجسم. اهم مصادر الزنك عندي طبعا اللبن، عندي مجموعه الاسماك خاصه المحار، عندي المكسرات زي الكاجو، عندي الشوكولاته الداكنه، عندي البطاطا، وعندي طبعا العدس، وعندي اللحوم. لو انا خدت حوالي 100 جرام من اللحوم يوميا بيديك احتياجك من الزنك. العنصر قلنا العنصر بعد كده اللي هو السيلينيوم، وده دايما مرتبط مع الزنك في الاكلات، ليه موجود في الاسماك، موجود في اللحوم، موجود في الحبوب الكامله،
ووظيفته انه بيساعد على ازاله السموم من الجسم، ويعتبر مضاد اكسده قوي، وبالتالي بيرفع من جهاز المناعه. دي يعتبر اهم 5 عناصر اتكلمنا عنهم في الحلقه بتاعتنا عشان تقدر تقوي مناعتك. دايما من الحاجات اللي لازم تراعيها عشان تقدر تقوي المناعه برضه، لازم تقلل من نسبه السكريات اللي انت حضرتك بتتناولها على مدار اليوم. ده بالنسبه للفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشير فيديو لاكبر عدد عشان الكل ان شاء الله يستفيد.